موجز لأهم الأخبار من قناة النبأ، أهلا بكم. ردت سرايا الدفاع عن بنغازي في بيان لها عن اتهامها بالانتماء لداعش من طرف المجلس الرئاسي، ومشيدة بموقف عضوي المجلس المقترح محمد العماري وعبد السلام تجمان الرافضة لتوجهات المجلس في التعاطي مع جدابية. السرايا وفي بيانها أكدت أنها على توافق تام مع ثوار ليبيا على إخراج حفتر من المشهد الليبي، ومعتبرة أن خطره لا يقل عن خطر تنظيم الدولة. كما شدد البيان على أن سرايا الدفاع أسست على حقوق ومبادئ يقرها الشرع ويؤيدها كل حر داعين إلى العودة لروح ثورة 17 من فبراير. قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات البنيان المرصوص أن عمليات الطوارئ بسلاح الجو نفذت غارتين جويتين استهدفت إحداها أليات وتمركزات لتنظيم الدولة بالقرب من ميناء الصيد. وأضاف المركز أن الغارة الأخرى استهدفت مخازن ذخيرة تابعة لتنظيم الدولة قرب مجمع قاعات وقدق. أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الإحساء هنا أن المياه عادت إلى الشبكة بالعاصمة طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من يومين. الجهاز وعبر صفحته الرسمية أوضح أن المياه ستعود للشبكة بشكل تدريجي وستصل للمناطق المنخفضة أولا، ثم تدريجيا تصل إلى المناطق المرتفعة. كما دعا الجهاز المواطنين إلى عدم الإسراف في استهلاك المياه والمحافظة عليها خلال اليومين المقبلين حتى لا يتأخر وصولها إلى المناطق المجاورة. وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على تعزيز العملية البحرية الأوروبية في السواحل الليبية بحسب وكالة فرانس بريس. وكان الاتحاد الأوروبي ثمن في وقت سابق تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار الذي يسمح لعملية صوفيا الأوروبية في البحر المتوسط لعب دور أكبر في تنفيذ قرار حظر السلاح على ليبيا. وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن هذا القرار يعكس دعم المجتمع الدولي للعمل الذي تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة بحسب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.